دشناه على بركة الله ونرحب بالضيفين الرائعين عبد الكريم الحربي ومنيف الخميشي. سمعونا تحية لهم. مرحبا يا منيف، انت على يمين، حياك الله. حياك يا هلا، شلونك؟ حيا الله شعلك. طيب الله يبارك فيك. وابن بدايه البر يا بعد، طول عمرك. مرحبا بك. بدايه هذه الام الله يحييك، ومنها لله الحمد، بدت لله الحمد، الفضل لله اول شيء، ثم دعوه الوالده وثم البدايه، يعني لله الحمد، ما ننكر فضلها مدى العمر. والبركه فيكم انتم وعلى القائمين عليها، واخواننا الموجودين الله يوفقهم ان شاء الله. الله يفرجك، لانك رجال وفي يا غناتي، الله يطول عمرك. ايضا نرحب بعبد الكريم الحربي. الله يرحمه. يا مرحبا وسهلا ومرحبين. اول شيء اشهد الله عز وجل، سعيد جدا انكم متواجد بين اخواني الغالين، هذه ابرك الساعات. اشهد الله عز وجل، وان شاء الله الكلب بنال الاعجاب. صح ان على ما قال تعبنا في الكلب، ما قصرت اشياء كثيره، ولكن الحمد لله والشكر، الواحد شاف النجاح للكلب هذا وشاف العمل هذا على كلام الشباب الله يعطيهم العافيه في الفاصل، بالعكس ينبسط ويسعد. كلب جميل، وانا وجهه نظري الشخصيه كناصر من اروع الكلبات اللي انا شفتها عنهم. الله يرضى عليك. يستاهلون، اداء جميل ورائع، وشوف كيف ما شاء الله عريس مشخص بدشت الشاشه. شيخ ناصر ترى دشنا الكلب واحنا ما شفنا، خلهم يعيدون. شوف شوي، خليني اسولف معكم شوي. مصورينه وما عرفوا انفسهم، الله يسعدهم. ما شفنا. طيب وين صورت الكلب يا عبد الكريم؟ وايش التحديات اللي واجهتكم الكلب وايش فكرته؟ اول تحدي واجهني انا شخصيا دقوا علي قبل لا تفتح القناه. ايه تمام. في الاجازه الصيفيه إيه؟ قبل الحج. إيه؟ قال عبد الكريم عندنا كلب في الجمعيه الخيريه. قلت والله ابد، انا اتشرف في ذلك. سوينا الكلب، جهزناه. ايه كان التصوير يا طويل العمر، كان الساعه 6 الصباح. حلو. كلموني قبل الشباب الساعه 10 في الليل، قال يا عبد الكريم التصوير الساعه 6 لازم تكون صاحي. حلو. المهم ليلتها يا رجال تقلب، من ادور النوم ما في نوم خلاص. المهم جلست مواصل الساعة 6. حلو. صحيت الشباب ورحنا للكلب. التصوير استمر معانا من الساعة 8 الصباح الى الساعة 11 في الليل. ما شاء الله. اي والله ما شاء الله، ساعات متواصلة للتصوير. فالحمد لله والشكر ضبطناه، والشكر موصول ايضا لشركة بيك برودكشن. سلام. الله يعطيهم العافية على التصوير الرائع في كاميرا الأليكسا، تصوير سينمائي جدا، تلوين في كل لقطة تمر عليكم ترى ملونة يا شباب، كل لقطة ما شاء الله. الله يعطيهم العافية تحت إدارة المخرج الكبير أسعد الطفيلي، الله يعطيه العافية. ما قصر. تحية تحية لأسعد الشباب. صورت في بيروت. في بيروت. نعم. تصوير وين؟ بيروت. حلو. طيب منيف، تجربة الأولى لك ككلبات، كشاعر يصور كليب بالتعاون مع منشد، كيف تجربة معك؟ لله الحمد، تجربة جدا جميلة صراحة. وعلى فكرة ترى أنا ودي أعطي علوم الكلب، يعني إي عطنا يلا سريع. الثوب اللي أنا لابسه ترى ما هو لي، مو ثوبك، ثوبي أنا. شوف أضيق ثوبي احترق بلبنان، وهذا الخطأ أنك ما تأخذ ثوبين. واخذنا ثوب عبد الكريم، بيحط لي تاج انستغرام على الثوب. ترى لله الحمد، يعني شو اسم الشركه يا عبد المجيد؟ يا عبد الكريم بيك برودكشن. ها؟ بيك برودكشن. اي الاسم هذا قمه الانتاج. قمه الانتاج، شغل جبار. الله يعينك. كاميرات صراحه ما شاء الله تبارك الله عاليه جدا. ابداع، كان ابداع، يعني كان الفريق قايم من صلاه الفجر وهم في اماكن، في مكان التصوير. ما شاء الله لله الحمد توفقنا فيه، وفضل من الله، وغير ذلك يعني لا صار الوقف عن الأم، ربي يكتب لنا الأجر من مسعانا إلينا دشناها الحين، والله يبارك للوقف إن شاء الله بالخير. وأخوانا الموجودين ما هم قصرين، وانت ما انت مقصر، وضيوفك اللي معك الله يسعدك ولا يهينكم. والام تستاهل اكيد، ان صحيح. يعني قال لها الابيات والاناشيد والقصائد، ومهما قلنا اكيد مقصر.